السلام عليكم اخواني، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم معي في قناه جوري الصغيره. كنتمنى منكم انكم تفعلوا معنا وتابونوا معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. اليوم فيديو جديد، معلومه جديده ان شاء الله. اليوم غنتحدث لكم على واحد الامبولات، اي امبول. الامبول هادو اللي الاسم التجاري ديالهم هو بيونتون، اللي موجودين بجميع الصيدليات. وهاد بيونتون هذا هو واحد العلاج ديال الارهاق، هو كعلاج تكميلي لحالات الارهاق والتعب، ويعني كيتعطى يعني للبالغين ابتداء من 15 سنه وما فوق. وهاد البيوتون هذا كيتعطى للاشخاص الذين يعانون من الارهاق البدني، وكذلك الارهاق الجنسي والارهاق الفكري. وهاد بيونتون راه زوين وفعال بالنسبه للناس اللي كيحسوا براسهم ديما فيهم ارهاق والتعب. وطريقه الاستعمال ديالو راه سهله جدا، يعني ابتداء من جوج امبول حتى لثلاثه في النهار، اي تاخذ واحده في الصباح وواحده في الغداء وواحده في العشاء، يعني قبل الاكل. وطريقه الاستعمال ديالهم يعني تستعمل من مده شهر واحد فقط، وينصح يعني ما لا ينصح به عند الناس، يعني مثل المرأة الحامل وكذلك المرأة المرضعة، ما يخصهمش يستعملوا هذا الدواء هذا. وكذلك اصحاب يعني السكر اي ديابيتيك ما خصهمش حتى يستعملوه، لانه في يعني المذاق ديالو حلو شويه بزاف ويكون شويه صعيب عليهم. وبالنسبه للرياضيين يمكن لهم انهم ياخذوا الحذر منه، لانه فيه الكافيين بزاف. وبالنسبه لاصحاب السيارات او اللي كيسوقوا الالات، ما يمكنش لهم انهم يتناولوه، لانه فيه الكحول، وهذا الكحول هذه تقدر يعني تاثر عليهم وتسبب لهم النوم، لهذا كتسبب لهم واحد الخطر كبير. هذا بيونتون هذا الثمن ديالو كيدير 74 درهم فاصله 90، موجود في جميع الصيدليات، راه زوين وفعال. ويعني طريقة الاستعمال يعني تخلي يعني مدة الاستعمال ديالو هي شهر واحدة وتحبسو، ويمكن لك من بعد انك تعود تاخدو. طريقة الاستعمال ديالو راه كي هاد الامبول هادي كتشدها تتهرسها، كديرها في نص كاس ديال الماء وكتشربها مع الماء. نص كاس ديال الماء، كتاخذ وحده في الصباح وحده في الغداء وحده في العشاء، يعني مع كاس ديال الماء يعني قبل الاكل ولا بعد الاكل. ويعني مده العلاج ديال راه محدوده، يعني شهر واحد. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، يعني هو علاج تكميلي، يعني علاج تكميلي للناس اللي عندهم الحاله ديال الارهاق والتعب. يمكن لهم انهم ياخذوا هاد البيوتون هذا، راه زوين وفعال، يعني راه موجود في جميع الصيدليات. يعني المكونات ديالو راه يعني زوينه تاع ايام، يعني فعاله وغتساعدكم على يعني ما يبقاش عندكم هذاك الارهاق والتعب. فعال وزوين، لهذا انا نصحتكم انكم تستعملوه، راه زوين بالنسبه للناس اللي عندهم هذا المشكل ديال الارهاق والتعب البدني، يعني الارهاق البدني والتعب، وحتى التعب الفكري. يعني الانسان كيبقى يفكر بزاف ما كيجيش الناس، يمكن انه ياخذ هاد بيونتون هادو، راه زوينين وفعالين. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى منكم انكم تفاعلوا معنا وتابونوا معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. واللي عنده شي تساؤل ولا شي حاجه يخلي لي في الكومونتير ونجاوبكم ان شاء الله. وشكرا، والى فيديو اخر ان شاء الله. تبارك الله عليكم.